ورجعنا لحضراتكم مرة تانية. ووزارة الزراعة أعلنت إفراج الحكومة عن كميات كبيرة جدا من الأعلاف الموجودة بالمواني. وعشان نعرف أكتر تفاصيل عن هذا الخبر معنا على التليفون دكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة والمتحدث باسم وزارة الزراعة. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم. صباح النور. محتاجين حضرتك تكلمنا عن حجم الأعلاف اللي تم الإفراج عنها من المواني. الأول أشكر حضرتك جزيلا. واحنا شايفين اهتمام كبير من الدولة المصرية بفكرة الإفراج عن الشحنات الأعلاف، وده كان الهدف منه إن احنا نشجع المنتجين اللي بيشتغلوا في عملية تربية الإنتاج الداجيني أو الحيواني، بحيث إن هم يقدروا يلاقوا فرصة كويسة عشان يقدروا يتوسعوا في عمليات التربية الخاصة بيهم. وبالتالي احنا كنا مهتمين حتى خلال الفترة الأخيرة اللي هي بدأت من يوم 16 أكتوبر، ده كانت الوقت اللي بدأت تظهر فيه تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وبدأت تدخل الدولة ورئيس مجلس الوزراء بنفسه للاجتماع مع السادة المنتجين علشان نحدد أهدافهم ونحدد الأولويات الخاصة بهم في عملية الإفراج. وبالتالي احنا خلال الفترة اللي هي من أول 16 أكتوبر وحتى 23 مارس تم الإفراج عن 3.4 مليون طن من خامات الأعلاف، منهم حوالي 2.4 مليون طن ذرة وحوالي 1 مليون طن تقريبا من فول وصويا، إضافة إلى مجموعة من خامات الأعلاف، وده كلف ميزانية الدولة حوالي 1.6 أو مقربين كمان من 1.7 مليار دولار. وكده يعني شوية اللي خرجوا في الفترة الأخيرة أو في الأسبوع الأخير اللي هو من 17 مارس وحتى 23 مارس تقريبا احنا بنتكلم حوالي 200 ألف طن بحوالي 96 مليون دولار. صحيح. صباح الخير يا دكتور، كل سنة وحضرتك طيب. دكتور صباح الخير. دكتور محمد حضرتك سامعني؟ ألو حضرتك سامعني؟ كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك صباح الخير يا فندم. والله فندم خليني أسأل حضرتك وأنا باخد لسان حال المواطن البسيط، يعني احنا شايفين طبعا دور الدولة في المبادرات وفي ما تم الإفراج عنه من أعلاف، ولكن برضو خليني أقول لحضرتك لسه ما لاحظناش يعني انخفاض في أسعار الدواجن والبيض رغم اهتمام الدولة بهذه الصناعة وهذه المنظومة. تعليقك يا دكتور. يعني خلينا نكون واضح مع حضرتك، احنا طبعا بنتكلم على عملية حيوية حية، ودي بتتطلب جهود كبيره وبتتطلب استمرار في عمليه الافراجات، احنا بالفعل شغالين عليها بشكل كبير. ولكن الدوله ما دخلتش بس فقط في مجال الاعلاف علشان تشجع المواطنين، لا دي موجوده علشان احنا نحافظ على انتاجنا ونستمر في العمليه الانتاجيه بتاعتنا، ولكن الدوله كمان تدخلت لان في فتره من الفترات لما بدات تظهر الازمه الروسيه الاوكرانيه بدا يحصل شكل من اشكال العزوف لدى بعض المربين عن ادخال عمليات التربية، وده بان أصل في فترة من الفترات. لكن احنا الحمد لله مع استمرار توافر الأعلاف ومع هذه الجهود المربين استعادوا الثقة انه يشتغلوا بشكل كبير، فده أدى إلى وجود بعض النقص في بعض الفترات، والدولة تدخلت لمعالجة هذا النقص من خلال عمليات استيراد الدواجن من الخارج بكميات تكفي احتياجات المواطن المصري. فده الشق الثاني ان احنا كمان عاملين جهود كبيره لفتح المنافس واماكن البيع. صحيح. احنا بنحاول ان احنا فرصه للمواطن المصري انه يلاقي احتياجاته ونمنع اي مغالطات مبرر. النقطه الرابعه ان احنا كمان عمليات الافراج دي احنا توفر الاعلاف وعمليه التسعير اللي بتحطها الدوله المصريه ده من شانه ان هو يقلل من فرص التلاعب بالمواطن المصري. صحيح. ان احنا في سعر محدد واضح والاجهزه الرقميه بتنزل تراقبه، فده ياخد عمليات المراقبه اقوى، وبالتالي المواطن يضمن ان هو هيحصل على احتياجاته باسعار مناسبه، والدوله كمان بتخش بكل قوه في عمليه مراقبه الاسعار علشان تضمن وصول المنتج بسعر عالي للمواطن. يعني نفهم من حضرتك ان الفتره اللي جايه هيكون صعب التلاعب في الاسعار من التجار، مش هيكون في اختلاف كبير في الاسعار؟ يعني احنا شفنا الاجتماع الاخير للسادة المحافظين او اجتماع مجلس المحافظين، وشفنا تكتب لها لرئيس مجلس الوزراء،
وكله كان بيتكلم على ضرورة متابعة عمل الأقرار وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة وبتاع. وده الحقيقة كانت أجهزة قوية لعملية الرقابة على الأقرار وعمليات التعامل مع أي حالة من حالات التلاعب بالمواطن المصري أو استغلال المواطن المصري. إن شاء الله ده كله استثماره ويحقق الذات المستهدفة لخدمة المواطن المصري. إن شاء الله. دكتور، يعني حضرتك في دعوات موجودة دلوقتي وهي فكرة القضاء على الغلاء بالاستغناء، هل دي مثلا طريقة عشان خاطر ممكن نتصدى لفكرة زيادة الأسعار أو جشع التجار؟ تعليقك يا دكتور. يعني طبعا هي من الأدوات، احنا أي عملية تسعير هي مرتبطة بحاجتين، عملية عرض، وده احنا بنحاول نزود من حجم المعروض، هي من طلب المواطن المصري ومسؤول عن الطلب، صحيح، طلب او قله الطلب، ده كله بيؤثر على عمليه الاستئذان السعري ويحقق انتاج مستهدف ان شاء الله. ان شاء الله. دكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعه والمتحدث باسم وزاره الزراعه، كنت معنا عبر الهاتف، بشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا.